اعتداء نازي على مقبرة يهودية في فيينا. حصول 1.7 مليون شخص على استرجاع ضريبي تلقائياً. والدا شاب يعثران على جثة ابنهما مقتولاً في المطبخ. أدلة جديدة تعيد محاكمة شخص كان مداناً بمحاولة قتل. وفيينا تسجل 17 ألف مخالفة إيقاف سكوتر بشكل خاطئ. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلن رئيس الجالية اليهودية في النمسا أوسكار دويتش عن هجوم على المقبرة اليهودية في فيينا تضمن إشعال النيران ورسم شعار النازيين الجدد على الجدران الخارجية، وذلك مساء الثلاثاء. وتسبب الحريق في أضرار بمدخل قاعة التجمعات ولم يصب أحد، وأكدت الشرطة وخدمة الإطفاء بدء التحقيقات فيما استنكر كافة أفراد الساسة في النمسا بالجريمة. وندد المستشار النمساوي نيهاما بالهجوم، وأكد عدم قبول معاداة السامية في المجتمع، آملا في القبض على المسؤولين سريعا. أظهر بيان لوزارة المالية زيادة ملحوظة في التصريح الضريبي الذاتي هذا العام ليصل لأكثر من 1.7 مليون شخص. وبلغ متوسط المبالغ المستردة 467 يورو لأكثر من 1.7 مليون مواطن، حيث تجاوزت المبالغ المستردة 810 مليون يورو، مع زيادة تصل إلى 70 يورو في المتوسط لكل شخص. وقد أشاد وزير المالية بجهود الوزراء، مؤكدا أن العملية توفر على المواطنين سهولة الاسترداد دون تقديم إقرار ضريبي. عثرت الشرطة على جثة نمساوي يبلغ من العمر 36 عاما في شقة بمنطقة إيتير في تيرول كان عليها آثار عنف على عنقه. وعثر والد الشاب على ابنهم في المطبخ مساء الثلاثاء بعد عودتهم من عطلتهم في ألمانيا، وقاموا بإبلاغ الشرطة، حيث تم استدعاء طبيب شرعي للتحقيق بعد ظهور عنف على جسد الضحية. وتشير المعلومات الأولية إلى احتمال استخدام سكين في الجريمة، ولم يتضح بعد من المتورط. وتأتي هذه الجريمة بعد جريمة أخرى الاثنين ذهب ضحيتها رجلا فيما تم اعتقال الجاني. أظهرت معلومات جديدة أنه تم إدانة رجل في فيينا بجريمة اغتيال في فبراير 2022 وحكم عليه بالسجن 11 عاما خطأ. وأظهرت دلائل جديدة في ديسمبر تقدم بها محاميه بطلب لإعادة النظر بناء على الأدلة الجديدة، وقد وافقت المحكمة عليها. ومن المقرر إجراء محاكمة جديدة في نوفمبر والتي قد تؤدي إلى تبرئة المتهم. وبدأت القضية بمحاولة اغتيال امرأة في فيينا في 20 من نوفمبر 2018، حيث تسبب الهجوم في جروح خطيرة للضحية نجت منها بأعجوبة. وتبين أن والد زوجة الضحية السابقة كان الفاعل الرئيسي وراء الهجوم. فرضت السلطات في فيينا أكثر من 17 ألف مخالفة مالية على مستأجري دراجات السكوتر الكهربائية بسبب تركها الغير قانونية. وتتطلب القواعد الجديدة للسكوتر وجود لوحات ترقيم وتركها في مناطق محددة، ويعاقب على عدم الامتثال بغرامة 25 يورو. وفي الأساس يتم توجيه العقوبات لمشغلي السكوتر، وبالتالي يمكن تحويلها للمستخدمين بناء على الانتهاكات المتكررة. وهذا يزيد من التعقيدات في الإجراءات والمسؤوليات. وحتى نهاية سبتمبر تم تسديد ما يقارب 90% منها من قبل المشغلين. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.